اجمالا قبل ما اتكلم على ماتش امبارح، شايف مشوار الاهلي الافريقي ازاي؟ طب مبدئيا انا بتفق معاك في حاجات وبختلف معاك في جدا حاجات. جدا تمام، انا احب الاختلاف اكتر من الاتفاق. انا بختلف معاك في انه خلينا نبتدي بالاختلافات تمام. وبعدين نروح للشكل العام للنادي الاهلي. اوكي، اولا مبروك للنادي الاهلي طبعا، فوز امبارح عنق زجاجه، وكانت مباراه مهمه جدا مصيرية. جدا الفوز، ما كانش فيه يعني اي نتيجه تانية مرضيه ممكن نكمل بيها المشوار غير انت الفوز. انت بس متخيل حالتنا واحنا بنتفرج طبعا مع الجون التاني اللي دخل للمريخ، طبيعي. كنا عاملين ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي المشوار كله من اللحظه دي بقى في علم الغيب، يعني بقى كله مهدد. صحيح، فاهم قصدي؟ فبتعيش حاله توتر ما كنتش محتاج انك تعيشها، خصوصا الماتش على ارضك وعامل الجيم في البدايه قويه جدا وهدفين مبكرين. صحيح، كانت الحاله مطمئنه في البدايه جدا. أيوه. خلينا نتكلم بمنطقيه شويه، يعني دايما كره القدم بتستوعب وجهات النظر، لانه طبيعي جدا انه ممكن اتفق معاك في شيء واختلف معاك في شيء، ودي كره القدم ودي تمام. متعتها. لا، ده هو الجمهور في كره القدم بالذات اتفق على الا يتفق، يعني هتسمع مليون وجهه نظر. ده صحيح، فخلينا نقول ان وجهه النظر او النقد طالما ايجابي فاحنا بنتكلم في الطريق الصحيح والسليم. تمام. وده عشناه الفتره اللي فاتت القريبه مع منتخب مصر، لما قلنا ان النقد الرياضي وقتها كان ايجابي جدا واشتغل بشكل كبير جدا جدا على السلبيات اللي كانت موجوده في منتخب مصر في الفتره اللي فاتت مع مستر كيروش، في طريقه تفكيره وطريقه ادارته للمباريات وطريقه اختياراته و والراجل تقبل ده بشكل جيد وابتدى يعدل بشكل كبير جدا في كل شيء، وصلنا بيه لنهائي كاس افريقيا وكان ممكن نحصل على البطوله. ده صحيح؟ مظبوط، ده صحيح. ففي النهايه وجهات النظر مقبوله طالما في الطريق الصحيح وطالما في المسار الصحيح في النقد الايجابي. خلينا نقول ان مين في العالم، فريق في العالم، لو انت متابع بشكل كبير جدا جدا الكره العالميه، اديني فريق في العالم ممكن يخوض ثلاث بطولات في وقت واحد، بطولة محلية، بطولة إفريقية، بتلعب في كأس العالم أندية، في كل هذه المدارس المختلفة، وممكن يكون مستوى ثابت ونتائج المفترض النادي الأهلي بيلعب دايما على البطولة. مين في العالم ممكن يحقق كل ده بنسبة 100%؟ مستحيل. مفيش حد. مستحيل. صحيح؟ متفقين. يعني النادي الأهلي الموسم اللي فات حقق أعتقد 9 من 10 مثلا على مستوى النتائج، صحيح؟ مع مستر موسيماني، يعني حققنا البطولتين افريقيا متتاليتين 8.5. 8.5 بدل ما اتفقنا ان احنا نختلف يعني. خلاص 8.5 يعني نتيجه هايله. طبعا طبعا، محدش يقدر ينكر في ظروف صعبه جدا. صحيح، وكنا بنتكلم انه السكواد ما كانش كامل مكتمل، كنا بنتكلم ان ما كانش موسيماني عنده الوقت والارتياحيه في المساحه من الوقت عشان يقدر يشتغل مع فريق النادي الاهلي، صحيح؟ لانه من الدار للنار، يعني اختياره مجلس اداره النادي الاهلي على بطوله افريقيا على طول وتلاحم البطولات، ما كانش عنده الوقت ولا السكواد الكامل باختياراته اللي يقدر يكمل بيه عشان نشوف اداء مع نتائج. ايوه، بدايه هذا الموسم اتفقنا انا وانت احمد انه موسيماني عنده مساحه من الوقت، صحيح مش كبيره، ولكن كان في مساحه من الوقت يقدر يشتغل فيها. اشتغل وبان اثرها. صحيح، اشتغل وبان في البدايه. صحيح، في البدايات. طيب، وكمان اختياراته، يعني الخمس صفقات اللي تم التعاقد معاهم، سواء تاو ميكسوني، كريم فؤاد، حسام حسن وعمار حمدي، بنتكلم ان في صفقتين، وعبد القادر طبعا، عبد القادر، بنتكلم ان في صفقتين بيلعبوا بشكل اساسي مع النادي الاهلي وفارقين بنسبه 100% مع النادي الاهلي، وده برده ما بيحصلش بشكل كبير في كل الفرق، مش كل الصفقات اللي بتجيبها مش في اول سيزون، مش دايما، ودايما مش في اول سيزون. صحيح، يعني في صفقات ممكن تحتاج فتره طويله عشان تندمج، تتاقلم، تفهم. ده صحيح، وتبتدي تدخل. يعني انسجموا بشكل كبير جدا وبقى ليهم دور كبير جدا جدا في فوز النادي الاهلي ومساهمتهم في فوز في مباريات كثيره جدا وتتويج النادي الاهلي، وان شاء الله يعني تتويج النادي الاهلي في البطولات الفتره اللي جايه ان شاء الله. فاحنا بنتكلم ان موسيميني الاداء تحسن هذا الموسم، بنتكلم انه الصفقات اللي تعاقد معاها مستر موسيماني باستثناء يعني بعض الصفقات اللي لسه ما شاركتش بشكل كبير واللي ان شاء الله هنشوف مردود ليها بعد كده.